أهلا بكم مشاهدينا في أخبار الساعة من العربية، نستعرض ونرصد معكم أبرز المستجدات وفي العناوين. الجيش الأوكراني يعتزم الدفع بتعزيزات لباخموت ويستهدف مواقع روسية ب15 غارة جوية. النظام السوري يعلن تحويل الرحلات الجوية لمطاري دمشق واللاذقية بعد قصف إسرائيلي على مطار حلب. وزير الدفاع الأمريكي يقوم بزيارة مفاجئة للعراق ويشدد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية. انطلاق تظاهرات الثلاثاء الأسود في فرنسا ومحتجون يغلقون جميع محطات الوقود في البلاد. أهلا بكم مشاهدينا. أعلن الجيش الأوكراني عزمه تعزيز مواقعه في مدينة باخموت التي تحاول القوات الروسية إحكام السيطرة عليها، ونفى الجيش الأوكراني التكهنات بشأن الانسحاب أمام القوات الروسية. كما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية التصدي لأكثر من 140 هجوما روسيا خلال 24 ساعة في محوري كوبيانسك وليمان. وذكر البيت الأبيض أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 9 مسيرات إيرانية الصنع من أصل 11 استخدمتها روسيا أمس. وأشار أيضا إلى تنفيذ القوات الجوية 15 غارة على مواقع انتشار لجنود روس وصواريخ مضادة للطائرات أيضا. مدينة باخموت كان يقتلها 70,000 نسمة قبل اشتداد المعارك. الرئاسة الأوكرانية 5,400 أوكراني فقط لا يزالون في المدينة. الجنود الأوكرانيون متحصنون في خنادق مؤمنة. الروس يحاصرون باخموت من 3 جهات باستثناء المحور الغربي. الجنود الروس يتحصنون بخنادق بمحيط المدينة لتجنب القصف الأوكراني. الرئيس الأوكراني: اتفقت مع القادة العسكريين على استمرار الدفاع عن باخموت. وزير الدفاع الأمريكي: باخموت لها رمزية، لكن سقوطها بيد روسيا لن يغير مجرى الحرب. أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي على أن قرار إرسال تعزيزات للدفاع عن باخموت في شرق البلاد كان بالإجماع نافيا التكهنات المتعلقة بانسحاب قواته أمام الجيش الروسي الذي يحاول محاصرة المدينة. فيما عبر زيلينسكي عن غضبه حول المقطع الذي وثق طريقة قتل أحد الجنود الأوكران بوحشية على حد وصفه، مشددا أن الجيش الأوكراني سيرد وسيجد الذين تسببوا بقتله أينما كانوا. نتابع. أيد طاقم العمل هذا الموقف بالإجماع، ولم تكن هناك مناصب أخرى. لقد قلت للقائد العام أن يجد القوات ذات الصلة لمساعدة رجالنا في باخموت. أظهرت لقطات فيديو كيف قتل المحتلون بوحشية الجندي الذي قال لهم بشجاعة في عيونهم: المجد لأوكرانيا. أريد أن نتحد جميعا لنرد على كلماته: المجد للأبطال، المجد لأوكرانيا، وسنجد القتلة أينما كانوا. ندد وزير الخارجية الصيني شينغ يانغ بسياسة العقوبات، مؤكدا أن بلاده لم تدعم أي من طرفي النزاع في أوكرانيا بالسلاح. كما أشار إلى وجود ما وصفه بأياد خفية تريد تصعيد في أوكرانيا بدلا من الحوار واحترام المخاوف الأمنية لكل الأطراف. الصين لم تخلق الأزمة في أوكرانيا ولم تزود أي من طرفي النزاع بالسلاح. لماذا يتم لوم الصين ويهددون بفرض عقوبات ضدنا؟ هذا غير مقبول على الإطلاق. الضغوط لن تحل المشكلة التي يبدو أن هناك أياد خفية تريد إطالتها والعمل نحو التصعيد. المطلوب الهدوء والعقل والحوار. يجب أن تبدأ عملية محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، ويجب احترام المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف. هذه هي الطريقة الصحيحة لتحقيق الأمن الدائم في أوروبا. هذا وشدد وزير الخارجية الصيني شينغ يانغ على أن بكين تعتبر قضية تايوان خطا أحمر، داعيا في أول مؤتمر صحفي موسع له الولايات المتحدة إلى عدم التدخل بأي طريقة كانت في تسوية هذه القضية. قضية تايوان في صميم المصالح الرئيسية لبلدنا، وهذا خط أحمر في العلاقات الصينية الأمريكية لا يمكن تجاوزه. والسبب في أننا نناقش قضية تايوان مع الجانب الأمريكي هو مطالبتنا بعدم التدخل في السياسة الداخلية للصين. لا ينبغي لأحد أن يقلل من عزم جمهورية الصين الشعبية والشعب الصيني على الدفاع عن سيادة ووحدة أراضي البلاد.
إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقا السلام في مضيق تايوان، فعليها التوقف عن استخدام تايوان لاحتواء الصين. ومن بكين مشاهدينا ينضم إلينا الصحفي نادر رونغ. أهلا بك سيد نادر معنا في هذه النشرة. وبداية، ما الذي عناه وزير الخارجية الصيني بأياد خفية تؤجج الصراع في أوكرانيا؟ هل هي إشارة لدولة بعينها؟ طبعا يعني هناك الإشارة إلى الولايات المتحدة ويعني التي يعني تستمر في إمداد الأسلحة لهذه الحرب، وكذلك يعني تقديم كل يعني المساعدات والأسلحة من أجل مواصلة القتال. وعدم أيضا وعدم يعني وقف على جانب السلام والحوار، يعني وهذا هو السبب الرئيسي لاستمرار هذا الصراع وهذا الحرب. يعني طيب سيد نادر، يعني لكن سيقول لك بعضهم أن هذه الحرب مستمرة لعام كامل، لماذا هذا التوقيت في هذا التوقيت تحديدا؟ يشن الوزير الخارجية الصيني هذا الهجوم على الولايات المتحدة في هذا التوقيت؟ طبعا الصين في منذ بداية الحرب، يعني موقف الصين تجاه هذه الأزمة واضحة ومستمرة، وهو يجب وقف إطلاق النار وحل المشاكل عبر التفاوض والحوار. ولكن الولايات المتحدة لم تعمل ذلك، ولكن يعني وجه اللوم على الصين، وكذلك يعني اتهمت الصين بتزويد الأسلحة ومساعدات عسكرية لروسيا، وهذا غير مقبول وغير معقول، ولا يوجد أي أدلة على ذلك. بل هناك أدلة أو هناك المعلومات واضحة أن الولايات المتحدة تزود الطرف في النزاع باستمرار بالأسلحة وحتى أسلحة متقدمة لاستمرار للقتال، وهذا يعني لا يساعد. وكذلك من خلال تجارب من خلال العام الكامل، أن تزويد الأسلحة وفرض العقوبات لن تحل المشاكل. إذا كان هذا ينفع سوف ينتهي الأمر، ولكن لم ينتهي، بل هناك يعني تسعيد في الوضع. فلذلك الصين ترفض الاتهامات الأمريكية، وكذلك تدعو جميع الأطراف إلى إيجاد حل سلمي عبر التفاوض والحوار. يعني ليست الولايات المتحدة فقط هي الطرف الوحيد الذي ينتقد الصين، هناك أيضا الاتحاد الأوروبي الذي هناك توتر كبير في العلاقات بينه وبين الصين في هذا التوقيت، وهناك تصريحات أيضا من قادة في الاتحاد الأوروبي يتهمون أو يشككون فيه بحيادية الصين في هذه الأزمة الأوكرانية. هل تسعى الصين لإحداث توازن في علاقتها بين روسيا والاتحاد الأوروبي، أم أنها في تقديرك قررت أن تميل بشكل كامل إلى روسيا؟ طبعا الصين يعني على موقف يعني علاقاتها تجاه مع أي دولة، فهي الصين تتمسك بمبدأ التوسيع والتعاون ورغم وجود الخلافات. فالصين يعني منفتحة على تطوير علاقاتها مع جميع دول العالم، ولكن هناك بعض الدول يعني قامت باحتواء الصين بكل محاولات الاحتواء الصين وضرب المصالح الصينية والشركات الصينية، والصين هذا لن تسمح بذلك. ولكن الصين لن تبادر إلى أي مواجهة مع أي دولة، فلذلك الموقف الصين واضحة، وهي الصين منفتحة على تدوير علاقاتها مع جميع الدول في العالم، ولكن ستدافع بذلك مصالحها الجوهرية. شكرا لك من بكين، كنت معنا الصحفي نادر رنجة. تحياتي سيد نادر. بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره البريطاني جيمس كليفيرلي عددا من القضايا، من بينها الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوزيرين ناقشا أيضا خلال لقائهما في لندن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، إلى جانب سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في كافة المجالات.
مشاهدينا ينضم إلينا من دونيسك مراسل العربية رائد الأغبر، أهلا بك رائد. ودعنا نبدأ إذن من باخموت، إلى أين وصلت حدود المواجهة بين الطرفين في هذه المدينة؟ وهل يبدو أيضا رائد أن أوكرانيا فعلا ستستميت في الدفاع عن هذه المدينة ولا توجد أي ملامح الانسحاب منها؟ نهارك طيب أحمد. أهلا بك. بالفعل معركة باخموت اليوم تشهد مرحلة جديدة، حيث أن القوات الأوكرانية باتت تعزز قدراتها على المحورين الشمالي والغربي من الناحية الغربية، حيث مدينتي كستانتينوفكا وأيضا تشاسوفيار، الحديث من قبل المسؤول أو القائد العسكري الأوكراني بريغوزين الذي أكد أن قواته أيضا باتت تؤسس قواعد في المحور الشمالي حول مدن سيفيرسك وأيضا سلافيانسك وبعض البلدات، على شكل طوق ثاني فوق طوق القوات الروسية قوات فاغنر التي تطوق مدينة باخموت. الحديث عن طوق كبير هلال فوق قوات فاغنر من الناحية الشمالية خصوصا باتجاه الناحية الغربية. شهدت المرحلة خلال اليومين الماضيين يعني فتورا في الأعمال العسكرية، ربما نستطيع أن نصفه بسبب نقص الذخيرة عند الطرفين إذا صح التعبير، لأن قوات فاغنر أيضا يعني يقول بريغوجين مؤسس قوات فاغنر بأن الذخيرة التي وعدت بها الدفاع الروسية يجب أن تصل بأسرع وقت، لأن القوات الأوكرانية بالفعل يعني لا تمزح ولا تطلق عبارات فارغة، هي بالفعل لديها قدرات وباتت تطوق قوات فاغنر، وإذا دمرت قوات فاغنر فهذا يعني انهيار للعملية العسكرية برمتها. العملية العسكرية الآن بالفعل تشهد سيطرة قوات فاغنر على نفس المحاور الجنوبية جزئيا والمحاور الشرقية دخلت في العمق والمحور الشمالي أيضا، بينما ما زالت قوات أوكرانيا تدافع وبقوة عن المدينة رغم انخفاض وتيرة القصف عند الطرفين. تقول القوات الروسية أو قوات فاغنر بأن الطريق السريع الوحيد الذي تنسحب منه القوات الأوكرانية هو تحت قصف نيران المدفعية الروسية، وأن 10,000 مقاتل أوكراني داخل المدينة، منهم من ينسحبون على شكل أفراد أو بمجموعات صغيرة، ومنهم من يخلعون بالذاتهم العسكرية وينسحبون في الطرق الفرعية من الناحية الغربية ناحية كستانتينوفكا بعيدا عن الطريق السريع. بالفعل المعركة تصل إلى مرحلة جديدة ربما نشهد فيها. طيب رائد، يعني هو بصورة عامة لا يتم الحديث عن باخموت إلا ويتم الحديث عن فاغنر تحديدا، لكن ماذا عن الجيش الروسي؟ وهل من دور يلعبه في هذه المدينة؟ هل من دعم يوفره لفاغنر سواء من الأرض أو من الجو لدعم سيطرتها على المدينة؟ تعلم أحمد بأن الجيش الروسي يضم عدة فئات أو فرق، منها الشيشانية ومنها الأسيتينية ومنها الأبخازية، هذه بلدان ترسل قواتها تحت اسم الجيش الروسي، جمهوريات مرتبطة فيدراليا مع روسيا، وكل جمهورية مسؤولة عن مدينة معينة. فلنفرض مثلا الفرقة 15 وهي التابعة لجمهورية أبخازيا، هذه تستلم منطقة أفديفكا وهي مسؤولة عن المعارك في أفديفكا. الجيش الروسي يوزع قواته على المناطق والمحاور الأخرى، نتحدث عن كوبيانسك، عن ليمان، عن سباتافا، عن محور خاركيف ودانيتسك ولوغانسك، تلك المناطق تعمل فيها القوات الروسية بقوة، كما أن محور أوغلادار أيضا تعمل فيها القوات الروسية، وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اليومين الماضيين في المنطقة يشرف على العمليات العسكرية وأيضا على المدن التي تم تحريرها مثل ماريوبل. العملية العسكرية بالفعل تشهد منعطفا جديدا ومرحلة متطورة في هذه الأيام. نعم، شكرا لك من دونياس، كنت معنا مراسل عربية رائد الأغبر، تحياتي رائد. مشاهدينا نشاطنا مستمرة وفيها بعد الفاصل،
بعد انتهاء أزمة المعارضة بعودة المرأة الحديدية. طاولة الستي الأحزاب التركية تختار كليتشدار أوغلو مرشحا للمعارضة لمنافسة أردوغان. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في تركيا أكد بيان مشترك لقادة أحزاب الطاولة السداسية أو تحالف الأمة أكد أنه تم التوافق على خريطة الطريق لعملية الانتقال إلى النظام البرلماني المعدل، حيث تضم 12 مادة، منها أن المرحلة الانتقالية ستدار عبر التشاور والتوافق وفي إطار الدستور والقانون وفصل السلطات. وأكدت الخريطة أن التعديلات الدستورية ستدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد توزيع الوزارات من خلال عدد النواب المنتخبين من قبل الأحزاب المكونة لتحالف الأمة، إضافة إلى أنه سيتم تعيين وإقالة الوزراء من قبل رئيس الجمهورية بالاتفاق مع الرئيس العام للحزب السياسي الذي ينتمون إليه. فضلا عن أن من صلاحيات الرئيس تجديد الانتخابات وإعلان حالة الطوارئ وسياسات الأمن القومي. الخارطة مشاهدين كشفت أيضا أنه بعد الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز لن تكون هناك حاجة لإجراء انتخابات جديدة، ويكمل الرئيس والبرلمان فترة ولايتهما. هذا وانتهت أزمة 72 ساعة بعودة رئيسة حزب الجيد ميرال أكشنار المرأة الحديدية إلى طاولة الأحزاب التركية المعارضة، التي شهدت عقد الاجتماع الحاسم الذي عقد لإعلان اسم المرشح الرئاسي. هذا وكان إعلان أكشنار رفضها الدفع بزعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو كمرشح مشترك أحدث أزمة سياسية شغلت الشارع التركي قبل أن يحسم الجدل، بل أن يحسم الجدل بعودتها بعد أيام من إعلانها تمسكها بترشيحهما للرئاسة. واتهمت حينها اتهمت بتشتيت طاولة الستة ومحاولة تفتيت حزب الشعب الجمهوري من الداخل. من جهته اتهم أردوغان أحزاب المعارضة بتحريض الشعب التركي ووضع العراقيل أمام النمو والتحول المدني على حد قوله. الأحزاب المعارضة وزعيمها زعيم حزب الشعب الجمهوري السيد كمال كليتشدار أوغلو يقومون بتحريض الشعب للوقوف ضدنا، ووضعوا عراقيل أمام عجلة النمو والتحول المدني في الماضي، والآن يكررون نفس توجهاتهم. وهاتفيا مشاهدينا ينضم إلينا من إسطنبول مراسل عربية زيدان زينجلو. أهلا بك زيدان، وهل يمكن القول إن مشاكل المعارضة التركية قد انتهت حاليا وقد تفرغ الجميع إذن للفوز في الاستحقاق المقبل؟ نعم أحمد، نستطيع أن نقول إنها توقفت إلى حين. هناك أيضا نقاط خلافية أخرى ربما تظهر مستقبلا، نتحدث تحديدا عن حزب الشعوب الديمقراطي، هذا الحزب الموالي للأكراد، وغالبية منتسبي الحزب هو من الأكراد وينشط في المناطق الكردية في تركيا. في حال قرر هذا الحزب التعاون مع تحالف الأمة أو أراد تحالف الأمة التعاون مع هذا الحزب، لا شك أن ميرال أكشنر وزعيمة حزب الخير أيضا هي كانت بالأساس رافضة منذ سنوات أي تعاون علني وتحالف مع هذا الحزب، لأن حزب الخير كما التحالف الحاكم أو الائتلاف الحاكم ينظر إلى هذا الحزب على أنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني. هذه نقطة خلافية داخل الطاولة السداسية أيضا موجودة، إضافة كما ذكرنا إلى عديد النقاط. نعم تم التوافق على كليتشدار أوغلو، لكن هناك عديد النقاط. موضوع النواب الخمسة للرئيس من الطاولة السداسية هذا بحد ذاته يشغل بال الجميع. لماذا؟ لأن هؤلاء النواب من خلال ما شاهدناه وقرأناه في خارطة الطريق يشاركون بشكل فعلي في قرارات الرئيس، يشاركون في التعيينات والمراسيم والقوانين التي سيصدرها الرئيس. هذه المواضيع حقيقة أو هذه النقاط كانت مثار جدل يوم أمس بعد إصدار خارطة الطريق، كانت مثار جدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الجميع كان يعني ما بين مؤيد ومعارض، حتى نكون منصفين، معارضو هذه الخارطة قالوا إنها تشبه الحكومات الائتلافية وهي عرضة للخلافات في أي وقت. لذلك حتى الآن نستطيع أن نقول إن الأزمة رحلت إلى حين،
إن صحت تسميتها، بانتظار البدء بشكل فعلي في المسار الانتخابات الذي سينطلق في 10 مارس أي يوم الجمعة القادم بمرسوم رئاسي من الرئيس رجب طيب أردوغان، سيزوره في هذا التاريخ لإعلان الانتخابات في 14 مايو، وبالتالي الدخول فعليا بمسار التحضير أو مسار الحملات الانتخابية. طيب في 10 مارس. نعم، يعني هذا التوافق الذي شهدناه بين أطياف المعارضة التركية على ترشيح كليتشدار أوغلو، هل ينعكس أيضا على مواقف الشارع التركي المعارض تحديدا من هذه الانتخابات؟ نعم لا شك، يعني شخصية كليتشدار أوغلو لم تحظى بتأييد كل الشارع المعارض، حتى في من ضمن حزب الشعب الجمهوري هناك بعض الأصوات التي كانت تتمنى ترشيح أكرم إمام أوغلو أو منصور يواش رئيسي بلدية إسطنبول وأنقرة على التوالي. كون هاتان الشخصيتان أولا هم من حزب الشعب الجمهوري، إضافة إلى أن هؤلاء أو هاتين الشخصيتين لهما رضا عند الطبقة المحافظة في البلاد. لذلك يوم أمس يعني كليتشدار أوغلو وهو الزعيم العلماني الذي كان له مواقف ضد الطبقة المحافظة خلال السنوات الماضية، وهي مواقف حتى الآن لم ينساها الجميع، كان يحاول التودد من هذه الطبقة من خلال أو الفئة المحافظة في تركيا من خلال ما أسماه أن المائدة المستديرة هي مائدة إبراهيم الخليل، أو عفوا الطاولة السداسية هي مائدة إبراهيم الخليل، وحاول التقرب إليهم وكان يهنئهم بليلة النصف من شعبان. وكل طبعا هذا الموضوع هو استمرار لسلسلة من الخطوات بدأها كمال كليتشدار أوغلو. لذلك هذه النقطة حقيقة لا تلقى قبول عند كل الشارع المعارض. يعني نستطيع، نعم هناك مؤيدون كثر لكمال كليتشدار أوغلو، لكن هناك من كان يتمنى أن يترشح أكرم إمام أوغلو ومنصور يواش، لا سيما أن حتى استطلاعات الرأي في الشارع تؤيد هذين الرجلين أكثر من كمال كليتشدار أوغلو لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان. نعم، إذا سنكتفي بهذا القدر، شكرا لك، كنت معنا هاتفيا من إسطنبول مراسل عربية زيد عن زينكلو. أعلنت وزارة النقل السورية تحويل طائرات المساعدات الإنسانية والرحلات الجوية عبر مطار حلب الدولي إلى مطاري دمشق واللاذقية، وذلك بعد القصف الإسرائيلي للمطار ما أدى لخروجه من الخدمة. وأشارت الوزارة إلى بدء عمليات تحديد الأضرار تمهيدا لإصلاحها وإعادة المطار للخدمة. أفاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن زيارته غير المعلنة للعراق تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وأشار إلى أن الجانبين يتحركان نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة. ويعد أوستن أبرز مسؤول في إدارة بايدن يقوم بزيارة العراق، وقال مسؤول دفاعي أمريكي لرويترز إن الزيارة التي لم يتم الإعلان عنها مسبقا تهدف إلى إظهار التزام واشنطن بالحفاظ على وجودها العسكري في العراق، وأن الولايات المتحدة مهتمة على نطاق واسع بالشراكة استراتيجية مع حكومة العراق. كشفت معلومات جمعها موقع إيران انترناشونال أن أكثر من 120 مدرسة إيرانية تعرضت طالباتها لحالات تسمم بمواد سامة أمس الاثنين. وأظهرت المعلومات أن هذه المدارس توزعت في 25 محافظة إيرانية، منها كردستان وفارس وطهران وأصفهان وكرمان. وزارة الصحة الإيرانية بدورها أعلنت أن المادة المسببة للتسمم ليست بالضرورة مادة واحدة يمكن الكشف عن اسمها، مشيرة إلى أن أقل من 10% من التلميذات اللواتي تعرضن للتسمم ظهرت عليهن الأعراض، وأن البقية قد يعانين من الأعراض فقط لشعورهن بالقلق والتوتر دون التعرض لسبب التهيج. هذا واتهم أحد الطلاب في جامعة الأهواز علي سعيد جليلي ممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والنظام بالعجز عن حماية الأطفال في المدارس من السموم التي تستهدفهم. إذا قلتم إن التسميم في المدارس ليس من فعلكم بل وراءه الأجانب، عفوا، إذن أنتم فاشلون جدا لأنكم لا تستطيعون ضمان سلامة هؤلاء الأطفال.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن النتائج الأولية للتحقيقات في قضية التسمم في المدارس لم تكشف عن وجود أي مواد سامة أو خطيرة في أجساد الطلاب الذين تم فحصهم. وذكرت الوزارة أن 90% من الشكاوى في قضية التسمم كانت ناجمة عن القلق والمخاوف التي سادت الفصول، مؤكدة على أن عددا محدودا فقط من الطلاب شعروا بمضاعفات. هذا وطالب البيت الأبيض بإجراء تحقيق مستقل ذي مصداقية وبمعاقبة المسؤولين عن تسميم الطالبات في إيران، مشيرا إلى أن هذه القضية يمكن أن تكون ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران في حال ثبت أن عمليات التسميم هذه على صلة بالمشاركة في الاحتجاجات. كما أشار بيان البيت الأبيض إلى أن تسميم الفتيات في المدارس الإيرانية لمجرد مطالبتهن بالتعليم أمر مخزن. أظهرت مقاطع مصورة تعرض طالبات في مدرسة نانلة للتسمم في مدينة سنندج عاصمة محافظة كردستان إيران. نتابع. أظهرت صور احتجاجات نساء إيرانيات أمام مبنى وزارة التعليم في العاصمة طهران، وذلك على خلفية ما وصف بالهجمات الكيماوية على مدارس الطالبات. مشاهدينا، ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أهلا بك سيد وجدان. وبداية، هل يمكن لبعثة تقصي أممية فعلا الدخول على خط هذه الأزمة وكشف خباياها كما يطالب البيت الأبيض؟ تحياتي لك أستاذ محمود ولمتابعيكم الكرام. طبعا هذا الأمر هو يقع في مهمة لجنة تقصي الحقائق، لأن ردة الفعل الإيرانية على طالبات الجامعات وأيضا المدارس، خصوصا حتى للطالبات في المدارس الابتدائية، هو يأتي في ظل الانتقام النظام الإيراني من الطالبات بعد الثورة التي قام بها في منتصف مارس سبتمبر الماضي، وثورة المرأة الحياة الحرية. لذلك النظام يحاول الانتقام، وهذا الأمر هو يتعلق في الاحتجاجات. ونعرف بأن اللجنة تم تشكيلها هو من أجل متابعة موضوع حقوق الإنسان خاصة في الفترة الأخيرة، لذلك هذا سيكون ضمن مهام اللجنة. لكن بالنظر إلى سجل النظام الإيراني السابق في التعاطي مع مثل هذه المطالب، هل يمكن التعويل على أن يتعاون هذا النظام مع هذه البعثة الأممية؟
بالأساس هو حتى حينما تم تشكيل هذه اللجنة المعروف بأن النظام الإيراني سوف لن يتعاون معه، وأيضا حتى المفوض السامي لحقوق الإنسان منذ تعيينه لمتابعة الملف الإيراني النظام لم يتعاون معه، لكن هذه البعثات يتم المتابعة من خلال الرصد وأيضا الأخبار أو الشهود أو الوثائق التي سيتم نقلها من الداخل الإيراني إلى هذه البعثات، وأيضا حتى القرارات التي أدين فيها إيران في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أتت في ظل هذه التقارير من خلال الشهود وأيضا من خلال الوثائق التي تسربت من الداخل الإيراني. لذلك هذه اللجنة ستواصل عملها أيضا وفقا للتقارير التي تصلها من النشطاء في الداخل. طيب، النظام الإيراني كالعادة ألقى باللائمة على أياد خارجية في قضية التسمم هذه، لكن لو أردنا أن نفكر بشيء من الموضوعية، يعني ألا يمكن أن تكون هذه الرواية صحيحة ولو نسبيا بالنظر إلى العداء الكبير للنظام الإيراني من الخارج وأيضا بغرض تأجيج المشاعر الداخلية ضد النظام وإعادة زخم هذه الاحتجاجات أيضا؟ أساسا لا تنطبق مع الواقع أن تكون من الخارج، وإذا كان بالفعل من الخارج بمعنى النظام الإيراني نظاما هش لا يستطيع حماية مواطنيه كما أشار الطالب الجامعي في جامعة الأهواز، وهنالك يعني تخلخل أمني كبير في داخل النظام ولا يستطيع حماية مواطنيه وطلاب الجامعات. الأمر الثاني، شاهدنا أنه هنالك حينما بعض النواب طالبوا في المجلس في البرلمان الإيراني متابعة هذا الشأن، شاهدنا هنالك مقاطعات من قبل رئيس البرلمان وأيضا مساعدي وأن لا يتم الحديث حول هذا الموضوع. الأمر الآخر، أيضا تم اعتقال نشطاء وإعلاميين وإغلاق الصحف واستدعائهم من قبل السلطة القضائية بسبب الحديث عن هذا الموضوع. إذن النظام الإيراني هو المتورط الأكبر في هذه العملية. طيب، هو أيضا يعرف عنه أنه بارع أيضا في استغلال الأزمات واللعب على وتر هذه الأزمات لصالحه، هل يمكن للنظام الإيراني استغلال هذه الأزمة المتعلقة بقضية تسميم الطالبات لصالحه أيضا؟ كيف يمكن ذلك؟ نعم، هذا وارد جدا، يعني بعد المعروف أيضا للمواطن وأيضا للمتابع الشأن الإيراني يعرف بأنه خلف هذه الجريمة هو النظام الإيراني، لكن يمكن استغلالها من خلال في نهاية المطاف وبعد إنجاز المهمة سيتم اعتقال بعض النشطاء المعارضين للنظام الإيراني وتلبيسهم هذه التهمة باعتبارهم من خلف هذه العمليات، وأيضا قد تكون حجة للنظام الإيراني في المستقبل في حال اندلعت احتجاجات كبرى سيتم استخدام مادة كيميائية أقوى من ما عليه هي الآن وأيضا تلبيسها في رؤوس المعارضة. من لندن كنت معنا الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نشاطنا مستمر وفيها بعد الفاصل. في بريطانيا، حكومة ريشي سوناك تستعد لتقديم مشروع قانون جديد اليوم ضد الهجرة غير النظامية. الجيش الأوكراني يعتزم الدفع بتعزيزات لباخموت ويستهدف مواقع روسية ب15 غارة جوية. النظام يعلن تحويل الرحلات الجوية لمطاري دمشق واللاذقية بعد قصف إسرائيلي على مطار حلب. وزير الدفاع الأمريكي يقوم بزيارة مفاجئة للعراق ويشدد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية. انطلاق تظاهرات الثلاثاء الأسود في فرنسا ومحتجون يغلقون جميع محطات الوقود في البلاد. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في فرنسا، محطة جديدة في معركة لي الذراع بين الحكومة الفرنسية والنقابات، حيث توقفت إمدادات المشتقات النفطية في عموم البلاد صباح اليوم وفق ما أعلنت قناة بي اف ام الفرنسية، في وقت أغلق غاضبون محطة الشوز النووية في منطقة أردان شرق فرنسا
وانطلقت تحركات شعبية ونقابية واسعة النطاق احتجاجا على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد، والذي من ضمنه رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62 عاما. هذا ويعد التحرك الشعبي المرتقب اليوم امتدادا لتحركات سابقة أخرى حدثت خلال الشهرين الماضيين، ويأتي تحت شعار إغلاق فرنسا، كما سيشمل قطاعات استراتيجية معينة، فضلا عن أنه سيمهد الطريق أمام بداية إضراب مفتوح يمتد لأيام عدة، كما يتوقع أن يشارك أكثر من 1 مليون شخص. مشاهدينا من باريس، ينضم إلينا مراسل العربية حسين قنابر. أهلا بك حسين. نتحدث إذن عن احتجاجات هي الأعنف ربما منذ 19 من يناير الماضي. دعنا نبدأ بأبرز ملامح خريطة التظاهرات والاحتجاجات والتحركات اليوم حسين. نعم أحمد، ستكون التظاهرات غير مسبوقة من حيث حجمها ربما منذ العام 95، عندما تظاهر ملايين الفرنسيين ضد إصلاح سابق لنظام التقاعد في عهد جاك شيراك في بداية ولايته الأولى، عندما كان ألان جوبي يترأس الحكومة. حدثت تلك التظاهرات في نوفمبر وديسمبر من العام 95. تظاهرات اليوم ستكون شبيهة لها، خصوصا إذا قررت النقابات الرئيسية هذه الليلة أن يصبح الإضراب مفتوحا لعدة أيام وربما لعدة أسابيع. خارطة التظاهرات والتحركات، أولا ستكون هناك حوالي 260 تظاهرة تتوزع على مدن باريس ومرسيليا، مونبلييه، تولوز، نيس، كان، أنجي، رن، نانت، ليل، بيزانسون، مس ولوريون وعدة مدن أيضا أخرى لا نستطيع تعدادها جميعا، غرينوبل أيضا وكليرمون فيرون. هذه التحركات على مستوى باريس ستبدأ عند 2 من بعد الظهر بالتوقيت المحلي، ستنطلق من أمام محطة مترو الأنفاق سيفر بابيلون وصولا إلى بلاس ديتالي ساحة إيطاليا. وتقول مذكرة للاستخبارات الداخلية هنا أنه من المتوقع أن يشارك في تظاهرات اليوم ما بين 1,100,000 و1,400,000، كما يتوقع وجود بضع مئات من المتشددين جدا من أنصار السترات الصفر. هؤلاء قد يحاولون القيام بأعمال تخريب، نتحدث طبعا عن المجموعات المتشددة العنيفة ضمن السترات الصفر وليس عن كل تحرك السترات الصفر. أحمد، طيب حسين، ما الذي تراهن عليه الأطراف الداعية للإضراب تحديدا، وهل من مؤشرات على أن بإمكانها دفع الحكومة نحو التراجع؟ نعم، هناك يعني محاولات لدفع الحكومة نحو التراجع. النقابات تقول إنه طالما كان ممكنا دفع الحكومة إلى التراجع في عهود سابقة، خصوصا في إشارة إلى تظاهرات العام 95 التي أشرت إليها، فلماذا لا يحاولون هذه المرة أيضا؟ الحكومة تقول إن ارتفاع متوسط الأعمار في فرنسا ينهك ميزانية نظام التقاعد، وبالتالي فإن العجز في ميزانية نظام التقاعد سيصل إلى 20 مليار يورو بحلول العام 2030، وأنه لا يمكن مواجهة هذا العجز إلا برفع سن التقاعد من 62 عاما حتى 64 عاما، وهذا ما يرفضه المتظاهرون والمضربون. الإضراب والتظاهرات سيشمل الإضراب تحديدا قطاعات النقل والطاقة والصحة والتعليم وعمال المصافي النفطية وعمال جمع النفايات وعمال قطاع الصناعات الكيماوية وعددا كبيرا أيضا من القطاعات، مع إشارة أخيرة إلى أن النقابات الرئيسية الثماني هي التي دعت إلى تحرك اليوم، وعلى رأسها 3 نقابات: سي جي تي الكونفدرالية العامة للعمل، وأف أو فورس أوفريير القوة العاملة، وسي أف دي تي الكونفدرالية الفرنسية للعمل. وعلى ذكر أيضا مشاهدي حسين، عفوا، على ذكر أيضا الأجهزة الأمنية، كيف استعدت لهذا اليوم الطويل؟ you
طبعا الآلاف من عناصر الأمن سيواكبون التحركات عبر كافة المدن الفرنسية لمواجهة احتمالات حصول انزلاقات ومواجهات بين متظاهرين عنيفين والقوى الأمنية. ولكن في التحركات التي سجلت أحمد خلال شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير لم تكن المواجهات عنيفة، لأنه عندما تكون النقابات هي من يشرف على الإضراب والتظاهرات فأنه يصار دائما إلى التنسيق بين ممثلين عن النقابات والقوى الأمنية، بمعنى أنه تكون هناك لجان تعمل بين النقابات والشرطة منعا لحدوث اضطرابات، وذلك خلافا لتحركات السترات الصفر التي كانت تحركات عفوية لم تدعو إليها النقابات وإن كانت شاركت فيها حينها عام 2018، ولكن النقابات هذه المرة هي من ينظم هذه التظاهرات وهي ستنسق مع القوى الأمنية لمنع حدوث مواجهات عنيفة. نعم، وسنكون في متابعة معك دائما للتفاصيل وتطورات هذا اليوم في باريس وبقية المدن الفرنسية. شكرا لك من باريس، كنت معنا مراسل العربية حسين قنبر. مشاهدينا، تتجه الحكومة البريطانية اليوم إلى تقديم مشروع للتعامل مع القوارب الصغيرة التي تدخل البلاد عبر القناة الإنجليزية، قد تصل حد منع المهاجرين غير القانونيين من اللجوء إلى بريطانيا. وقد لاقى المشروع انتقادات عديدة من داخل حزب المحافظين إلى جانب معارضيه. المزيد في هذا التقرير مع الزميلة عروب عبد الحق. ريشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية مصمم على وضع حد لأزمة اللاجئين غير الشرعيين في بريطانيا، حيث من المتوقع أن تصدر حكومة حزب المحافظين مشروع قانون يوضح كيفية التعامل مع القوارب غير الشرعية التي تمر عبر القناة الإنجليزية. ولكن هناك العديد من الانتقادات التي تواجه مشروع القانون هذا الذي يوصف بأنه قاسي حتى قبل صدوره. مثلا من داخل حزب المحافظين الذين يرون بأن سوناك ربما يغامر بمنحه وعودا كبيرة دون الالتفات إلى الجانب الإنساني لطالبي اللجوء، كما أنهم يعتبرون أن مشروع القانون هذا لن ينجح دون مشاركة فعالة وجدية من فرنسا. حزب المعارضين حزب العمال يرى بأن مشروع القانون هذا غير قابل للتطبيق وبأنه ربما تكتيك سياسي قبيل انتخابات مايو 2024. طبعا أزمة اللاجئين غير الشرعيين أزمة ليست جديدة على بريطانيا، ولكن المعطيات السياسية هي التي تغيرت. هناك حكومة جديدة تريد إثبات نفسها، هناك أعداد كبيرة من اللاجئين الذين وصلوا إلى بريطانيا خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن الأهم ربما أن بريطانيا تريد أن تثبت أنها قادرة على السيطرة على حدودها رغم بريكزيت وعيوبه. من لندن، عروب عبد الحق، العربية. يعتبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الولايات المتحدة أنها تسعى لاندلاع الحرب إذا اتخذت واشنطن إجراء عسكريا ضد اختبارات بيونغيانغ للأسلحة الاستراتيجية. واتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الولايات المتحدة بتكثيف التوتر عن قصد من خلال إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية. وقالت وزارة الخارجية في بيان، رغم تحذيراتنا المتكررة تواصل الولايات المتحدة عمدا تفاقم بل تواصل مفاقمة الوضع. وأضافت التدريبات الجوية المشتركة الأخيرة تظهر بوضوح أن مخطط الولايات المتحدة لاستخدام الأسلحة النووية ضد كوريا الديمقراطية يتم تنفيذه على مستوى الحرب الفعلية. مشاهدينا، في مصر يستمر التفاعل مع حادثة اعتداء كلب حراسة في أحد المنتجعات السكنية على رجل في المنزل المجاور، ما تسبب في إصابته بأضرار بالغة وإجرائه لعملية جراحية وبقائه في حالة غيبوبة. الحادثة ألقت الضوء على حيازة الكلاب في المنازل وسط مطالبات بسن تشريعات وقوانين جديدة لحماية المواطنين. التفاصيل في التقرير التالي. داخل أحد أقسام الرعاية المركزة في هذه المستشفى يرقد السيد محمد محب المجني عليه الذي تم الاعتداء عليه من أحد الكلاب المفترسة لتصبح قصته حديث المصريين خلال الأيام الماضية. تفاصيل القصة تبدأ من هذا المنتجع الراقي، حيث هاجم كلب الجيران غير المكمم أو المقيد المجني عليه وولده ومزق أوتارا وأعصابا في القدم واليد ليتم نقله للمستشفى وإجراء عمليات جراحية ويدخل بعدها في غيبوبة. التحريات أثبتت أن الكلب كان قد سبق وعقر أحد الجيران قبل فترة،
التقينا زوجة المجني عليه التي طالبت بضرورة وضع تشريعات لمنع تكرار هذا النوع من الحوادث. المشرع المصري وكل الدول في العالم، أي دولة سواء عربية أو غير عربية، إحنا ليه هنستنى ناس تانية يحصل لها نفس الموقف اللي أنا فيه؟ برضو عايز أقول لحضرتك أنا لسه في موقف أن أنا قدري غير محتوم، يعني ممكن جوزي ربنا ينجيه، في ناس تانية ما بتوصلش للمرحلة دي. النيابة العامة أمرت بحبس صاحب الكلب على ذمة القضية. أهم جزء في النيابة، في بيان النيابة العامة، جزء جنب المعلومات، في جزء مهم جدا بيخاطب فيه المجتمع. أنت من حقك وحريتك أنك أنت تربي، ولكن هذه الحرية لازم تكون منضبطة. هذه الحرية يجب أن تكون بتؤمن حياة الآخرين، ما ينفعش أنك تؤذي الآخرين. يعني الراجل اللي في المستشفى ده بين الحياة والموت. برلمانيون طالبوا بضرورة منع استيراد كلاب البيتبول بسبب شراستها، فيما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مطالب بضرورة وضع ضوابط جديدة لحيازة الكلاب وسن قوانين تقضي بالسجن لأصحاب الكلاب التي تقوم بإيذاء الآخرين. المشكلة إنه قانون العقوبات الحالي ما فيهوش نص يقول إن لما كلب يعض حد يتحبس 24 ساعة أو ساعة أو اتنين أو سنة أو اتنين أو تلاتة. لذلك التشريعات المقدمة والمقترحات المقدمة لمجلس النواب بتناقش إن يكون في نص محدد على مثل هذه الأفعال وغيرها من الأفعال اللي بتكون منسوبة إلى كلب يحدث إصابة بالغير. هذه الحادثة ألقت الضوء على نوع جديد من القضايا، فالكلاب التي تتخصص في حماية البيوت وأصحابها قد تتحول إلى جنات وقد تتسبب في سجن أصحابها. أحمد عثمان، العربية، القاهرة. تتفاقم التحديات التي تواجه المجتمع الياباني بعد انخفاض أعداد المواليد لمستوى قياسي، حيث سجلت طوكيو العام الماضي أقل عدد مواليد منذ بدء تسجيل البيانات، لينخفض عدد الأطفال المولودين في عام 2022 إلى مستوى قياسي جديد. الأمر الذي جعل كبار المسؤولين ومنهم مستشار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يحذرون من اختفاء دولة اليابان إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة بشأن زيادة أعداد المواليد. إلى العناوين مشاهدينا. الجيش الأوكراني يعتزم الدفع بتعزيزات لباخموت ويستهدف مواقع روسية ب15 غارة جوية. النظام يعلن تحويل الرحلات الجوية لمطاري دمشق واللاذقية بعد قصف إسرائيلي على مطار حلب. وزير الدفاع الأمريكي يقوم بزيارة مفاجئة للعراق ويشدد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية. نهاية هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، والمزيد يمكنكم الانتقال إلى العربية.net. كونوا بعافية.